محافظة سوهاج تم تكريم أكثر من 300 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بقرى تونس والشيخ مكرم بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية ورجال الأوقاف والأزهر وأسر المكرمين. وتم خلال الاحتفال توزيع العديد من الهدايا العينية وشهادات التقدير. محمود القاضي وخالد المشنب كان هناك. تتكاتف جهود المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في حث الأجيال الجديدة من أبنائنا الطلاب على حفظ القرآن الكريم من خلال العديد من الآليات، منها توفير الأماكن والمحفظين والقاعات لتعليم الطلاب الراغبين في الحفظ هنا في سوهاج، وبالتحديد في نطاق مجلس قروي تونس والشيخ مكرم. أثمرت هذه الجهود عن توفير أكثر من 10 مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم. ساهمت هذه المكاتب في تعليم أعداد كبيرة جدا من الطلبة، واليوم تم تكريم عدد 300 طالب وطالبة، منهم أكثر من 40 حافظ أتموا حفظ القرآن الكريم بالتعاون بين إحدى مؤسسات المجتمع المدني والوحدة المحلية لمجلس قروي تونس وعدد من مدارس التربية والتعليم والأوقاف. عبر الأهالي ورجال القرية عن سعادتهم وتقديرهم لكل جهد يسهم في خدمة أبنائهم والعمل على الارتقاء بمستواهم في حفظ القرآن الكريم. من الحياة الجميلة يعني ايه تقويم الطلاب على حفظ القرآن الكريم وفتح الكتاب زي الأول، يعني رجع الكتاب زي الأول، فدي حاجة جميلة جدا. الطالب أو يعني لما يكون حافظ القرآن الكريم بتبعث فيه روح يعني الأدب والاحترام والعفة، لأن القرآن الكريم بيحفظ الإنسان من كل الشرور اللي حواليه. ويعني أولياء الأمور برضو ليهم دور كبير تشجيع أبنائهم لحفظ القرآن الكريم. احتفالية جميلة ما شاء الله، الكراسي ممتلئة على الآخر، حاجة مشرفة، حاجة جميلة، تنسيق وتنظيم رائع، منظر بديع. وبشكر حضرتك انك انت لبيت دعوة للحضور، والف مبروك لكل حافظ القرآن الكريم، هم تاج على رؤوسهم وشرف لينا كلهم ان نلاقي اطفال صغيرة بعمر 5 سنوات وعشر سنوات ومراحل ابتدائية وعادية ان يكون في منهم الحافظ القرآن الكريم بالكامل وعشر اجزاء و15 جزء، ما شاء الله حاجه مشرفه وحاجه تدعو للفخر. اظن ان المنظر ابلغ من اي كلام، كل الناس فرحانه، الطلبه، اولياء الامور، الشيوخ اللي كان لهم الفضل، اكتر حد فرحان هو الجمعيه والقائمين عليها الاستاذ اسامه محمد مهني، مجلس الاداره في القاهره اللي بيدعم الجمعيه بشده، متبرعين الكرام اللي وقفوا وراه عشان كل ده يحصل. احنا بنشكر اهالي البلد اللي جو، وطبعا اصحاب الليله الحقيقيه اللي هم الابطال الحافظين القرآن الكريم. حابين نحيي الكل ونقدم له شهادة اعتزاز وتقدير لكل الناس، وربنا إن شاء الله يجعل كل حاجة في ميزان حسنات أي حد. عدد المكرمين النهاردة 300 طالب. المستويات اللي كانوا عليها من الحفظ، مستويات في عندنا في النهاردة 50 حافظ كامل للقرآن الكريم، في مجموعات مختلفة، حافظ نص القرآن، ثلاث أرباع، حسبهم كلهم. الشيخ أبو اليسر هو اللي كان مسؤول ماسك المكتب معانا، أدعوه إنه يتفضل. هو أكثر من صالح النهاردة عن مستوى طلابنا في حفظ القرآن. والله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك ويبارك في أولياء الأمور على حفظ القرآن، وربنا يجزيهم خير. يعني قاموا بجهد خالص معانا الطلاب، يعني جهد لا يتوقع منهم، يعني وربنا يبارك فيهم ويرزقهم الإخلاص ويجعله خالص لوجه الله عز وجل. ده شيء جميل خالص، جمعية انتبهت لشيء مهم، ما ركزتش على أشياء تانية مثل الجمعيات الأخرى، فده شيء جميل وكويس خالص بالنسبة للجمعية. المشروع الجديد وهو الاهتمام بالتعليم والاهتمام بتنمية المجتمع فعلا وحقيقا على الأرض وعلى الواقع، والمستقبل أفضل. أسأل حضرتك يا عمنا النهاردة عن استقبال الأسر وتعاملهم النهاردة لمثل هذه الفعاليات، بيشوفوها إزاي؟ شايفينها شيء جديد، الكلام ده ما كانش موجود، ان جمعية تجيب حفظة القرآن وتجيب الأسر معاهم، شيء بيشجع الآخرين كي نكرر في باقي العائلات، نكرر في باقي زي ما ذكرت الأول باقي النجوم، باقي الشوارع، على أساس الكل يغير، يبقى هناك غيرة موجودة، ان هناك احتفالية
لما حفظ القرآن، على أساس أن أنا أجيله جائزة ويجي لي والتاني والتالت والتالت. هناك سباق للعلم وحفظة القرآن في مربع كان يسوبه الشغب. أعزائي المشاهدين، كنا معكم وهذه المتابعة لحفل تكريم حفظة القرآن الكريم من داخل مجلس قروي تونس بمحافظة سوهاج. كان معكم وهذه التغطية محمود القاضي، قناة طيبة.